السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم إثراء على الهواء. هذا البرنامج الذي يطل عليكم على الهواء مباشرة من قناة إثراء الفضائية، أهلا بكم، والذي دائما نهتم بشؤون الفرد وأيضا الأسرة والمجتمع بشكل عام. بداية اسمحوا لي بأن أرحب باسمكم مشاهدين الكرام بضيفي في هذه الأمسية الطيبة الدكتور ناصر خميس المطيري، الباحث والكاتب الصحفي، حياك الله وشرفنا اليوم. الله يحييك استاذ بدر، احييك واحيي الاخوه المشاهدين في قناه اثراء والاعلام الكويتي العزيز علينا، وهذه فرصه حقيقه طيبه ومناسبه عزيزه ان نلتقي عبر هذه الشاشه في مناسبات وطنيه. نعم. يعني كلها كل اعزاز ويعني إن شاء الله وتقدير، لا شك يعني في هذه المناسبات الوطنية نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير حفظه الله وللشعب الكويتي العزيز والكريم، وأن نتضرع لله العلي القدير أن يمن على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات. اللهم آمين. دكتور ناصر، بداية اليوم راح نتكلم بشكل مبسط وأيضا ممكن نتشعب قليلا في عن موضوع الدبلوماسية في الكويت، طبعا مكانتها في التي وضعتها بين الدول او المجاوره والدول العالم بشكل اشمل. يا ريت تحدثنا عن دور الدبلوماسيه في واثره في تعزيز مكانه الكويت. اكيد بالتاكيد يا اخوي بدر، يعني احييك على طرح هذا الموضوع، وهو مناسب جدا لان نطرحه في مناسبه وطنيه مهمه، لانه الدبلوماسيه الكويتيه او السياسه الخارجيه الكويتيه هي احد المنجزات الكبرى التي تفخر فيها دوله الكويت بما حظيت به من مكانة سياسية ودبلوماسية عالمية حققت لها الثقل السياسي والمكانة الدولية المرموقة. طبعا يعني دور الدبلوماسي الكويتي وما يعني ودوره في تعزيز مكانة الكويت الدولية لا شك هو ينطلق من نهج السياسة الخارجية الكويتية. السياسة الخارجية الكويتية منذ القدم، يعني سواء بالدولة الحديثة أو حتى قبل الاستقلال، كان هناك تميز في الدور السياسي الكويتي في العلاقات الخارجية مع المحيط الإقليمي والمحيط الدولي. الكويت تميزت بعلاقات انفتاحية مع الجميع، علاقات حسن جوار مع كل جيرانها في محيطها الإقليمي الخليجي، كذلك التزمت في مبادئ الدولية، مبادئ السلام الدولية، في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، وكذلك احترام سيادة الدول. صحيح. كل هذه المبادئ أيضا أعطت الدبلوماسية الكويتية والسياسة الخارجية الرزانة وال 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 والدور الواثق والدور والثقل السياسي المهم، وأعطت أعطت الكويت الثقة الدولية باعتبارها الدولة تحترم المواثيق الدولية، دولة تساهم بإيجابية في حل المشكلات والنزاعات الدولية. يعني السياسة الخارجية الكويتية كما ذكرت لك يعني لها انطلاقات عربية وانطلاقات خليجية وانطلاقات عالمية. منطلقاتها الخليجية حافظت على 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 هذا الكيان الخليجي. نعم. منذ القدم، والعلاقات الخليجية التي انتهت ب تكوين هذا الكيان الخليجي المهم، وكان الكويت ايضا الدور الريادي في اقتراح يعني منظومه مجلس التعاون الخليجي. صحيح. هذه احد ثمار ايضا الجهود الدبلوماسيه الكويتيه. على النطاق العربي كان الكويت وكما هو معروف حتى اليوم اسهامات مهمه وكبيره في النطاق العربي
في الحفاظ على الوحدة العربية والإسهام، والإسهام دائما بدور إيجابي في دعم العمل العربي المشترك، وهذا أمر مشهود ومعروف لدى الجميع. ودورها أيضا في جامعة الدول العربية، طبعا هو من خلال جامعة الدول العربية العمل لتعزيز العمل العربي المشترك وتحسين العلاقات، وأيضا والمشاركة في الكثير من الأزمات التي يعني كانت تعصف بالجامعة العربية والأمة العربية والعلاقات الثنائية بين الدول العربية. كان الكويت أيضا دور وإسهامات إيجابية من خلال سياستها القائمة على الحياد الإيجابي دائما، دائما دولة محايدة في خلال كل الأزمات، فتلعب دور الوسيط عادة، دائما دور الوسيط، ولها دور المساعي الحميدة في رأب الصدع العربي. لذلك كان الكويت دور متميز ومهم، أعطى الكويت طابعا مختلفا ومتميزا. هذا الدور العربي والدور الخليجي يضاف إليه الدور الدولي. مكانة الكويت الدولية اليوم من خلال إسهاماتها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، والدور الكويت البارز في المنابر والمحافل الدولية جميعا، هذا الدور يعني يحترمه العالم حقيقة. صحيح. واحترامه للكويت اليوم حقيقة هو أيضا ينطلق من احترام لمهندس السياسة الخارجية الكويتية حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله الشيخ صباح أحمد، الذي يعني تسلم وزارة الخارجية على مدى أكثر من 40 سنة في الكويت، ووضع يعني أبجديات هذه السياسة الخارجية، ووضع يعني قواعدها الراسخة التي سارت عليها وتسير عليها حتى يومنا هذا. كل هذا الدور والذي سنتحدث عنه إن شاء الله آنفا في لاحقا في هذه الحلقة سيعني نفصل فيه، هو أعطى للكويت هذه المكانة الدولية وهذه المكانة المتميزة. صحيح. الكويت اليوم سياسيا ودبلوماسيا لها حجم أكبر من حجمها الجغرافي. دائما الدور الدبلوماسي الإيجابي والدور الدبلوماسي الذي يحظى باحترام العالم يعطيك حجما أكبر من حجمك الطبيعي المحصول في بقعة جغرافية. الكويت اليوم امتدادها وعلاقاتها السياسية حجمها بحجم علاقاتها، حجمها بحجم دورها الإنساني ودورها الدبلوماسي ودورها السياسي. هذه الأدوار التي تلعبها الكويت اليوم على النطاق الدولي وعلى النطاق العربي وعلى النطاق الخليجي حقيقة تعطي للكويت هذه المكانة التي نفخر فيها اليوم ونحن نعيش هذه الأعياد الوطنية. نعم. وبالتأكيد أعود وأقول لك كما بدأت يعني أنه الدور السياسي الكويتي السياسة الخارجية الكويتية هي أحد وأهم وأبرز يعني المنجزات الكبرى التي يجب أن تحتفل فيها الكويت وتحتفي الكويت فيها باعتبارها يعني حققت الكويت المكانة الدولية المهمة والمتميزة. بالضبط. ما شاء الله أبو ثامر، يعني دكتور ناصر ما قصرت، أعطيتنا نبذة سريعة عن دور الكويت. أيضا هناك دور مهم للدبلوماسية الاقتصادية. دكتور ناصر يريد تحدثنا عن دور الكويت في هذا. طبعا يعني باعتبار دولة الكويت رب العالمين حباها بنعمة وفيرة من الخير والفوائد النفطية. نعم. وهذه النعمة يعني لا شك يعني تسخرها دولة الكويت أيضا إضافة إلى خدمة وضعها الداخلي وخدمة أيضا رفاه مواطنيها، تستخدمها أيضا وهذا أمر مشروع وطبيعي في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والسياسية ومكانتها الدولية. صحيح. مع دول العالم. طبعا يعني ذراع الاقتصادي او يسمونها بما يسمى يصطلح عليها الدبلوماسيه الاقتصاديه، يعني الدبلوماسيه او السياسه الخارجيه الكويتيه لها عده اذرع، الدبلوماسيه السياسيه التقليديه بالعلاقات مع الدول، وهناك دبلوماسيه اقتصاديه، وهناك دبلوماسية إنسانية أيضا ممكن نتحدث عنها في وقت. نعم. لاحق إن شاء الله في خلال هذه الحلقة. الدبلوماسية الاقتصادية اعتمدت في الكويت ارتكزت على أساسين مهمين. الأساس الأول هو انطلق من موضوع الصندوق الكويتي للتنمية العربية. هذا الصندوق الذي أصبح منارة أمام العالم حقيقة، ويمد يد العون لجميع دول العالم، دول النامية والدول العربية التي تحتاج إلى تنمية والمشروعات التنموية لديه ميزانية كبيرة حقيقة تساهم في يعني إيصال ما يمكن إيصاله من ليست مساعدات بل هو دعم وتمويل للكثير من المشاريع الإنمائية في العالم، الدول العالم الثالث، الدول الفقيرة. صحيح. الدول العربية. هذا الدور المهم الدبلوماسي الاقتصادي أيضا أعطى للكويت مكانة أيضا تضاف إلى مكانتها السياسية المهمة. استغلال الموارد الاقتصادية
المالية لديك، بدعم الدول الفقيرة، هذا يعزز أيضا دورك ومكانتك، وبالتالي يكون حماية ووقاية لك في الأزمات. وهذا ما جنيناه في عندما تعرضت الكويت للغزو العراقي الغاشم. صحيح. استثمرت الكويت هذه المساعدات حقيقة، أو جنت ثمار هذه العلاقات وهذه الدعم الاقتصادي للدول النامية ودول العالم الثالث ودول العالم جميعا من خلال صندوق. نعم. كانت هناك وقفة. صحيح. وقفة حق من دول العالم مع الحق الكويتي أمانة، وهناك مواقف كانت مبدئية، يعني وجدت أن الكويت هذه الدولة التي تمد يدها للجميع دون تمييز ديني أو عرقي أو غيره، هذه الدولة لا تستحق أن يعني تظلم. تزول من الخارطة. بالضبط. يجب أن تنصر. لذلك كانت هناك النصر العالمي وهذا الحشد الدولي الكبير الذي التأم من أجل إعادة الحق الكويتي إلى أهله. هذه ثمار الدبلوماسية الاقتصادية. أنه الكويت دائما حاضرة في كل المناسبات، في دعم المحتاج، وايضا دعم المشاريع التنمويه تنمي الدول. نعم. بناء الجسور وبناء الشوارع والمنشآت في كثير من دول العالم. بلا شك الكثير ينتقد من بعض المواطنين انه لماذا الخيرات لا تذهب الى هذا جزء من السياسه الخارجيه. صحيح. الكويتيه. صحيح. ويجب ان يتفهم هذه اللغه، لا يفهمها الا يعني مهندسي السياسه الخارجيه الكويتيه ومن يعمل على دعم يعني العلاقات الدوليه للدوله. الدولة بلا علاقات دولية لا يمكن أن يكون لها يعني كيان مهم وثقل سياسي. لذلك الكويت تحرص من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على لعب هذا الدور الدبلوماسي الاقتصادي ليعطيها هذه المكانة. صحيح. وأيضا يكون لها رصيد من الأمن، توفير الأمن الإقليمي والأمن الدولي. بالضبط. الدكتور ناصر خميس المطيري، أستسمحك ناخذ فاصل ونرجع من جديد. تفضل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. أرواحنا لجلج ثمن حبك ملا قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن. الكويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، ننفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا. تحفظها لنا. ما لنا غيرك وطن، أرواحنا لجلج ثمن، حبك ملا قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن. الكويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، ننفع إيدينا فضلك علينا يلي في حضنك دفينا وعلى أرضك ربينا، أنت الحبيبة يا كويت. يا كويت فضلك علينا يلي في حضنك دفينا وعلى أرضك ربينا، أنت الحبيبة. الكويت هي أرضنا، ننفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا. غيرك انتي من لنا
عزك عزنا نفخر باسمك كلنا داين على مر الزمن غيرك انتي ملنا الكويت عزك عزنا نفخر باسمك كلنا داين على مر الزمن حبك من قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن. أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الدكتور ناصر خميس المطيري الباحث والكاتب الصحفي، حياك الله شرفتنا اليوم ونجدد لك تحية أكيد. تكلمنا قبل الفاصل عن الدبلوماسية الاقتصادية، أيضا ذكرت هناك دبلوماسية إنسانية، هم ثلاثة. نعم. فمريت نفصل في الدبلوماسية يعني الإنسانية. طبعا مرتكزات السياسة الخارجية الكويتية تقوم كما ذكرت لك عنفا على الدبلوماسية السياسية التقليدية خلال العلاقات الدولية، وهناك أيضا الدبلوماسية الاقتصادية وأيضا الدبلوماسية الإنسانية. الدبلوماسية الإنسانية في عصرنا الحديث مهمة جدا، وهي بلا شك لها تأثير يصل ليس مجرد الأنظمة والحكومات، بل يصل للشعوب، والشعوب هي التي أيضا تدعمك من حكوماتها للوقوف معك أيضا في أي وقت تحتاجه. لذلك الدبلوماسية الإنسانية دكتور ناصر، هل هي المقصود فيها يعني فقط المساعدات التي تقوم فيها الدولة للدول الفقيرة، أم كتنمية و لا التنمية تتعلق بموضوع الدبلوماسية الاقتصادية، مشاريع التنموية التي تقدمها تمويلية من خلال صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية، وهذه يمكن نصطلح لا تنمية الفرد هناك، يعني يبنون لهم مدارس، يبنون لهم جامعة. لا شك هناك كثير من المشاريع بهذا الإطار. يعني الدبلوماسية الإنسانية هو حضور الكويت وتواجدها الدائم والفاعل حقيقة في الكوارث والنكبات والحروب التي تعاني منها الشعوب سواء العربية أو في كل مختلف دول العالم. دائما تجد الكويت حاضرة من خلال الهلال الأحمر الكويتي، من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية، من خلال أيضا المساعدات التي تقدمها الحكومة الكويتية لدعم هذه الشعوب المنكوبة. هذه بصمات إنسانية الكويت حقيقة تميزت فيها بشكل كبير ومهم ومتميز على مختلف دول العالم. لذلك هي الكويت من ثمرة هذا الدور الإنساني استحقت في عام 2014 يعني لقب دولة العمل الإنساني، وصاحب سمو الأمير حفظ الله ورعاه استحق لقب قائد العمل الإنساني. هذا نتيجة رصيد كبير ومهم من الدور الإنساني الكويتي. لم تحصل الكويت على هذا اللقب، وهذه الميزة العالمية التي أعطتها بالفعل أنها دولة تنصر الإنسانية في كل مكان دون تمييز. هذا الدور الذي شهدته الأمم المتحدة وشهده العالم هو الذي أعطى الكويت بجدارة هذا واستحقاق هذا اللقب، وهو ليس لقب يعني إلا من خلال لم يحصل عليك إلا من خلال فعل وعمل إنساني خالص ومتميز لكل شعوب العالم. صحيح. لذلك دور الإنسان الكويتي لو بغينا نتكلم بشكل عام عن أهم مفرداته، تمثل إضافة إلى مساعدة الشعوب المنكوبة وتقديم المساعدات والرحلات الإغاثية والجسور الجوية في كل دول العالم. هناك أيضا الكويت عقدت الكثير من المؤتمرات، يعني في الآونة الأخيرة كان هناك أو السنوات الأخيرة شهدت أزمات في سوريا وفي العراق وفي اليمن وما تعانيه الدول العربية من مشكلات سياسية، كان الكويت وقفة من خلال عقد مؤتمرات المانحين. نعم. هناك ثلاث مؤتمرات المانحين عقدتها الكويت من أجل نصرة الشعب السوري ودعم الشعب السوري، ووصلت إلى المليارات من الدولارات من مساعدات رعتها دولة الكويت من خلال مؤتمرات احتضنتها الكويت، ويعني دعت لها دول العالم للمساهمة من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري. وكذلك مؤتمرات المانحين أقامتها الكويت يعني
للعراق، الشعب العراقي على رغم يعني العلاقات والذكرى الأليمة من العراق، ولكن الكويت قفزت على جراحها وارتفع يعني دورها الإنساني على دورها السياسي. وهذا يعني أسمى آيات الإنسانية، أن تساهم أو تضم الجراح من كان عدوا لك بالأمس. بالضبط. وهذه لا شك تجد لها تقدير وصدى كبير لدى دول العالم المتحضر. اليوم اللغة الإنسانية يعني لغة عالمية تصل إلى الشعوب قبل الحكومات، وبالتالي تأثيرها بليغ وكبير، ويعطي للكويت هذه الميزة التي يفتخر فيها كل مواطن كويتي حقيقة. وعندما نكون في الخارج في أي دولة من العالم نجد بصمات الكويت الإنسانية في كل مكان، من مشاريع خيرية صحيح، من مساعدات تصل لكل الشعوب. اليوم عبر وسائل الإعلام نلمس هذا الصدى الإنساني من شعوب توجه وتلهج بالشكر والدعاء لدولة الكويت وأمير الكويت حفظه الله ورعاه لما يقدمونه للإنسان، سواء العربي أو الإنسان في كل دول العالم. هذه هي حقيقة بصمة يعني كويتية مهمة جدا، وهي بصمة وطنية تحقق الكويت هذه المكانة الرفيعة وتدعم دورها حتى الدبلوماسي. عندما تكون أنت لك يد طولة ويد إيجابية في رفع المعاناة عن الشعوب، فلا شك لهذا مردود كبير على مكانتك وثقلك السياسي والثقة الدولية التي تحظى فيها دولة الكويت اليوم بقيادة الحكيمة من خلال هذا الدور الإنساني المناصر للشعوب المنكوبة ومعاناة جميع الشعوب في العالم. صحيح. طبعا أكيد السياسة الخارجية لدولة الكويت دكتور ناصر خميس الطيري لها أكيد يعني مبادئ وأيضا اتجاهات، ياريت تحدثنا. خلينا نأخذ المبادئ بداية ومن ثم ننتقل إلى الاتجاهات. طبعا شنو مبادئنا إحنا طبعا في تعاملنا مع الآخرين؟ طبعا السياسة الخارجية الكويتية هي سياسة الدولة، يعني طبعا هي تترجم اتجاهك الوطني من خلال كيان هذه الدولة. هذه الدولة على ماذا تقوم؟ تقوم على مبادئ أساسية ومهمة. في يعني طليعة هذه المبادئ الأساسية هو أولا احترام سيادة الدول، وأيضا الاحترام العلاقات الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساهمة والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين دائما، ليست مجرد شعارات، هي بفعل تطبيق في الواقع، أكدتها الكويت واقعا. نعم. وتطبيقا أكيد. المساهمة في السلم والأمن الدوليين في كثير من الأمور، الوقوف دائما مع الحق والشرعية في العالم، نصرة القضايا المبدئية سواء عربيا على مستوى مثلا القضية الفلسطينية. صحيح. القضية الفلسطينية دوما ودائما الكويت دائما تحملها في طليعة اهتماماتها، وطليعة يعني تتصدر دائما أي بيان سياسي كويتي للقضية الفلسطينية الأولوية. صحيح. والصدارة دائما في كل طرح سياسي. إذا مبادئنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما تتغير، مبادئ تنطلق عربيا من الوقوف مع القضايا العربية. صحيح. المصيرية، خليجيا من تعزيز الكيان الوحدة الخليجية ودعمها ومحاولة يعني إزالة كل شوائب تشوب العلاقات الخليجية الخليجية. على مستوى العالمي هو الانفتاح على العالم وتعزيز علاقات الكويت السياسية مع دول العالم، ويعني الإسهام الإيجابي في كل القضايا الشرعية العالمية والمساهمة الإيجابية مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. ويعني واليوم أكبر شاهد هو وجود الكويت كعضو غير دائم لمدة سنتين في مجلس الأمن الدولي، وهذا الدور اللي بدأت الكويت تلعبه يعني صراحة بامتياز من خلال مندوبنا في الكويت هناك السفير منصور العتيبي، الذي يعني حقيقة في كل مناسبة دولية نجد الكويت مبادرة دبلوماسية سياسية ترعاها، سواء من أجل الشعب السوري ومناصرة أيضا القضايا الإنسانية في ميانمار، في دعم كل القضايا العربية. دائما تجد الكويت تستغل وتنتهز وجودها في مجلس الأمن وهذا المقعد الدولي المهم في طرح القضايا العربية وتبني القضايا أيضا الخليجية. هذا الدور الإيجابي الكبير، وهذه المرتكزات السياسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية الكويتية بحق، هي يعني تستحق الإشادة، وهي شهادة يعني يشهد بها المجتمع الدولي بالكويت بالتميز والمكانة الكبيرة. جميل. طبعا دكتور ناصر احنا راح نتكلم عن الوساطة الكويتية. نعم. وأظن كتابك الكويت ودبلوماسية الوساطة، لكن خلينا ناخذ الفاصل ورجع نتكلم بتفصيل إن شاء الله. مشاهدين الكرام فاصل ونعود لكم من جديد. موسيقى
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري بلادي انت العنوان واحلى الاوطان في نظري بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري في العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري بلادي كل إنسان عنده بلاد عنده بلاد عليها يعيش بلادي لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش بلادي انتي ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك انتي ودادي وبفؤادي مسكنك يحفظك ربنا دوم يا بلادي في العنوان واحلى الأوطان في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعلة مضيئة كلمة جريئة وطني وطني الغالي وطني أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الدكتور ناصر خميس المطيري الباحث والكاتب الصحفي حياك الله دكتور الله يحييك دكتور تكلمنا عن مبادئ الكويت أيضا واتجاهاتها قبل فاصل وقبل الفاصل ذكرت عن كتابك كويت ودبلوماسية الوساطة حدثنا عن دبلوماسية الكويت وفي هذه الوساطة اللي دائما النهج اللي ينهج لكم نعم طبعا يعني الحديث عن دور الكويت الدبلوماسي احد ابرز اوجه الدبلوماسيه الكويتيه هو دائما سعي الكويت نحو تعزيز العلاقات مع الدول سواء العربيه او على مستوى العالمي والكويت ايضا مساعي حميده ومساعي وساطه في كثير من الازمات تحصل على مستوى العربيه وعلى مستوى الخليج بشكل خاص حلو وهذا موثق ومشهود ومعروف بالتاكيد هذا منذ يعني من زمان دكتور طبعا ولا؟ احنا لما انا ما تحدث في كتابي الكويت الدبلوماسية الوساطة هذه عبارة عن دراسة قانونية سياسية تاريخية وهذه الدراسة يعني وجدت فيها يعني حقيقة ما أثار العجب والذهول بالنسبة لي لما بحثت في هذه وأصلت موضوع الوساطة الكويتية وجدت بأن الكويت في دورها الدبلوماسي والدور الوساطة هو دور ممتد لأكثر من 100 عام يعني في عام 1914 كان هناك أول مؤتمر وساطة يمكن أن نطلق عليه مؤتمر وساطة في التاريخ السياسي الكويتي في عهد الشيخ مبارك الكبير وهناك حادثة تاريخية حصلت في ذلك الوقت وهي عندما يعني احتلت يعني السعودية في ذلك في عهد الملك عبد العزيز احتلت وسيطرت على إقليم الإحساء أثار ذلك غضب الدولة العثمانية فصارت نوع من الأزمة السياسية بين الدولة العثمانية وما يسمى سلطان نجد ذاك الوقت يسمونه الملك عبد العزيز فدعا الشيخ مبارك الصباح إلى مؤتمر في منطقة اسمها جنوب الكويت منطقة الصبيحية فعقد مؤتمر في جنوب الكويت يبدو كان في موقع مخيم كبير أو كذا لم يكن هناك مبنى فدعا فيه ممثل
الملك عبد العزيز وممثل الدولة العثمانية، فعقد أول مؤتمر وساطة لتقريب وجهة النظر وإزالة هذه الأزمة، فاعتبر تاريخيا ذلك هذا أول مؤتمر وساطة كويتي في عام 1914، يعني يزيد عن 100 عام الآن لو ربطنا بتاريخ اليوم. صحيح. يعني الآن الكويت تعيش وساطة، هي وساطة الأزمة الخليجية بالضبط. وهذا دور ليس جديد، هذا دور ممتد عمقه التاريخي إلى 100 عام سبقت. بعد 1914 استمرت الكويت في هذا النهج الدبلوماسي وهو القائم على الوساطة وتقريب وجهة النظر ولم شمل الشعب الخليجي أو دورها في هذه الوساطة. مثلا في حصلت أزمة في عام 1934 بين البحرين وقطر على أقليم الزبارة. نعم. كان الكويت تدخل ودور دبلوماسي مشهود وثابت في كتب التاريخ بأن الكويت أيضا كان لها دور وساطة في رأب هذه الأزمة. على مستوى القضايا العربية غير الخليجية الكثيرة أيضا ممتدة، على مستوى القضايا العربية كان الكويت دور كبير ومهم أثناء الحرب في اليمن وسوء العلاقة في ذلك الوقت بين مصر والسعودية في عهد الملك فيصل وعهد جمال عبد الناصر، كان الكويت دور دبلوماسي وكانت الكويت وسيط مهم في إزالة هذه الغمة وتقريب وجهة النظر وحل الخلاف المصري السعودي في ذلك الوقت. وكان الكويت مساعي دبلوماسية في سبيل إنهاء هذا وهذه الخلافات. كانت الكويت أيضا في الحرب اللبنانية التي استمرت 14 سنة، الشيخ صباح الحمد حفظه الله كان وزير الخارجية وكانت رأس اللجنة السداسية العربية التي شكلتها الجامعة العربية والتي قادت في النهاية إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية. هذا دور متميز. جميل. صحيح. زين. هناك أيضا الحرب بين اليمنيين، هناك أيضا كانت هناك أيضا خلافات بين عمان واليمن، كان هناك خلافات إماراتية عمانية، هناك خلافات خليجية، إضافة إلى الأزمة اليمنية الأخيرة وما حصل من دور كويتي سياسي، والكثير عبر التاريخ من الدور الدبلوماسي، دور الوساطة التي بذلته الكويت في مساعيها السياسية ونجحت في الكثير من المحطات الدبلوماسية في وساطتها في حل الخلافات العربية وحل الخلافات الخليجية. لذلك للكويت في هذا المجال تميزت فيه، وهو نهج ليس يعني طارئا على يعني اليوم نعيش احنا الازمه الخليجيه، الازمه الخليجيه. صحيح. الكويت تبذل فيها اليوم بعهد صاحب السمو الامير حفظه الله تبذل دور دبلوماسي مضني وكبير وجهد سياسي حقيقه يشهد له العالم، وهو يحظى ايضا بدعم من الولايات المتحده الامريكيه. نعم. بدعم من المجموعه الاوروبيه، وهناك يعني تاكيد على دائما خليجيا وعربيا على مرجعيه الوساطه الكويتيه في حل الازمه الخليجيه. لذلك دور الكويت في الوساطه دور دبلوماسي تميزت فيه الكويت بشكل كبير. ليش؟ لأن الكويت دائما ترتكز في سياسة الخارجية على دائما على الدبلوماسية الحيادية، الحياد وليس الحياد فقط، محايد وابتعد، أكون سلبي لكن حياد إيجابي، بمعنى أنك تحايد، أنت محايد ولكن أيضا تساهم في حل هذه الخلافات وتسوية هذه المنازعات. وبالتأكيد يعني كما ذكرت أنا في كتابي هذا الكويت الدبلوماسية الوساطة، أنه الدبلوماسية الوساطة هي أحد يعني وسائل القانون الدولي في حل المنازعات بين الدول. هناك يسمون المساعي الحميدة، وهناك الوساطة، وهناك لجان التحقيق، وهناك فدور الوساطة دور دبلوماسية كويتية ناعمة. ماذا يعني من ماذا انطلقت الكويت في هذا الدور؟ يعني من خلال ما حصلته الكويت من رصيد سياسي ودولي كبير ومتميز أعطاها الثقة لدى العالم، وأن الكويت تتعامل بمسافة واحدة مع جميع الأطراف سواء على المستوى الخليجي أو على المستوى العربي. هذا لذلك سهل هي, هي, هي تصلح أن تكون حكما وتصلح أن تكون وسيطا ناجحا ومقبولا من الجميع. وكثير مواقف يطلبون الكويت تكون حكم بينهم. بالضبط بالضبط، لأن هناك اعتراف دولي وعربي بالحياد الكويتي، وأن الكويت تتعامل مع الجميع بعلاقات دبلوماسية بمسافة واحدة وتوازن سياسي حقيقة لا يتوفر في أي دولة أخرى. الكويت لا تتبع سياسة انفعالية، الكويت يعني ليست هناك لديها نوع من الانفعال في أي أزمة. صحيح. تسود دائما وتغلب على السياسة الكويتية الخارجية الهدوء، الحكمة. نعم. وتسود دائما الاتزان والعقلانية. هذا بفضل يعني النهج كرسه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. نعم. الذي يقود اليوم الدبلوماسية الكويتية وتسير الدبلوماسية الكويتية على هذا النهج الكويتي لا شك يعني باهتمام ومستمر به اعتباره نهجا دبلوماسيا أعطى للكويت هذه الصورة الجميلة. اللهم لك الحمد. وأيضا هذه الدبلوماسية التي
رسخها حضرة صاحب السمو تنعكس في تحقيق الأمن الوطني، يعني تحدثنا يعني كيفية انعكاس السياسة الخارجية على الأمن طبعًا الوطني الكويتي. نعم. طبعا أخي، السياسة الخارجية الكويتية هي أحد مرتكزات الأمن الوطني الكويتي بالتأكيد، لأنه يعني هذه تعتبر فالبعض يتسأل يقول يعني ما له شغل الشك وبرا بالداخل. طبعا بالتأكيد السياسة الخارجية مرتكز أساسي من مرتكزات الأمن الوطني، هناك ربط بين دورك السياسي الخارجي وعلاقات الكويت الخارجية وتحقيق الأمن الوطني. نعم. هذا أمر لا يمكن أن ينفصل. طبعا لكل دولة في هذا العصر الحديث ما يسمونها القوة الناعمة، هي القوة الدبلوماسية. صحيح. الكويت بحكم علاقاتها، وكما ذكرت لك بأن الكويت تميزت بعلاقات متزنة حققت المعادلة الصعبة. اليوم الكويت بحكم موقعها الجغرافي هي في موقع إقليمي مضطرب، تحدها الكثير من التحديات الإقليمية في موقع جغرافي، وقدرها أن تكون في هذا الموقع تحيط بها الكثير من الأزمات. هناك يعني أحداث كثيرة في تعصف في المنطقة، وحتى الكويت تحقق هذا التوازن بين القوى الإقليمية المحيطة في المنطقة، ارتبطت بعلاقات دبلوماسية وسياسية متوازنة مع هذه الدول. هناك إيران، هناك تركيا، هناك العراق، هناك قوى إقليمية أيضا في المنطقة مرجعيتها وعمقها السياسي في الخليجي حافظت على هذا العمق، حافظت على علاقات متوازنة مع إيران، حافظت على علاقات وتحالفات أيضا السياسية والدبلوماسية مع تركيا كقوى إقليمية حالية في المنطقة. هذا ناهيك عن دور الكويت وعلاقاتها وتحالفاتها الدبلوماسية الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليف أساسي ورئيسي، وهذا يعطي أيضا ضمانة أمنية. هناك أيضا تحالف كويتي بريطاني، وهذا التحالف قديم وتحالف كان مشهودا في كثير من الأزمات التي مرت فيها الكويت، وحقق الكويت معادلة الأمن الإقليمي التي تتكلم عنها حضرتك. هناك علاقات كويتية إضافة إلى العلاقات الغربية وعلاقات تمتد إلى الشرق مع روسيا، مع الصين، مع الهند، مع المجموعة الآسيوية. عندما تكون سياستك الخارجية متشعبة بهذا الاتجاه ويعني تحقق هذه العلاقات دون تعارض، فهذا نجاح للدبلوماسية الكويتية التي تمتد الشرق والغرب. ويعني كما يقال او يصطلح على قول لا نضع بيضنا في سله واحده. بالطبع. هناك تعاون مع دول القوى الشرقيه والقوى الغربيه، ويعطي الكويت دائما حاله من الاتزان السياسي، وهذا ما يحقق للكويت حقيقه ضمانه امنيه. لذلك يرتبط الامن بالسياسه الخارجيه. سياستنا الخارجيه اليوم بحكم علاقاتنا الاقليميه المتميزه والمتوازنه مع محيطنا الإقليمي ومحيطنا العالمي هي تحقق لنا معادلة الأمن الإقليمي، وهذا ما شاهدناه من خلال أحداث كثيرة مرت على الكويت. علاقاتها الدبلوماسية والسياسة الخارجية هي عنصر أساسي في تحقيق معادلة الأمن الوطني في دولة الكويت. الله يعطيك العافية دكتور ناصر خميس المطيري. طبعا أنت حاط صورة حضرة صاحب السمو على الغلاف، فلذلك راح نتكلم عن بصمات حضرة صاحب السمو في العمل الإنساني، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. وكل ضياء جماعة توحد دمنا والروح، نجيب الحب نشوي نروح بكل سمع وكل طاعة، وكل ابونا جماعة بكل سمع وكل طاعة، وكل ابونا جماعة. هوانا انت ما غيرك، وانت الراية وانت البيت، لو السلونا من انت نقول احنا فدالك ويت، وكل ابونا جماعة. انت ما غيرك، وانت الراية وانت البيت، لو السلونا من انت نقول احنا فدالك ويت، من انفاسك من ترابك من اول يوم في عمرك، كبرنا اخوان واحبابك كويتيين تحت امرك، توحد دمنا والروح نجيب الحب لك ونروح بكل سمع وكل طاعة، وكل ابونا جماعة بكل سمع وكل طاعة، وكل ابونا جماعة.
هويتنا اسمها الكويت يضمها ترابك الطاهر ومهما نختلف انتي لنا جسر اللقل عامر وكل ابونا جماعه هويتنا اسمها الكويت يضمها ترابك الطاهر ومهما نختلف انتي لنا جسر اللقل عامر من انفاسك من ترابك من اول يوم في عمرك كبرنا اخوان واحبابك كويتيين تحت امرك توحد دمنا ونروح نجيب الحب لك ونروح لكل سمع وكل طاعه وكل ابونا جماعه لكل سمع وكل طاعه وكل ابونا جماعه أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الدكتور ناصر خميس المطيري الباحث والكاتب وأيضا الصحفي حياك الله حياك الله قبل الفاصل ذكرنا أن راح نتكلم عن بصمات حضرة صاحب السمو أيضا بشكل يعني بشكل يعني شامل في العمل السياسي أخوي بدر لا يمكنك تتحدث عن الدبلوماسية الكويتية أو السياسة الخارجية الكويتية بمعزل عن شخص صاحب السمو الأمير حفظه الله بالضبط. صاحب السمو أمير الكويت يعني هو ابن والأب الروحي للدبلوماسية وهو اليوم عميد دبلوماسية العالمية يعتبر كان في وقته أقدم وزير خارجية في العالم صحيح. واليوم هو رجل محنك ورجل له ثقله ووزنه السياسي على مستوى الدولي وعلى مستوى العربي وكما ذكرنا في حديثنا السابق الكويت تحظى باحترام لسياسته الخارجية ممتد من احترام صاحب السمو الأمير كشخص فالثقل السياسي والدور الشخصي لصاحب السمو الأمير حفظه الله هو الذي أعطى الإطار الذي نفتخر فيه للسياسة الخارجية الكويتية طبعا صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه يعني في عهده رسم ملامح هذه السياسة الخارجية ووضع قواعد النهج الدبلوماسي الكويتي الذي يعني سارت عليه الكويت حتى يومنا هذا وتجني ثماره اليوم الكويت وجنت ثماره سابقا في مختلف المناسبات طبعا صاحب السمو الأمير مما يتميز فيه يعني أنا لعلي هنا أذكر دراسة صدرت في عام 2015 بأن الكويت حققت على مستوى صفر توتر وصفر أعداء الله نعم هذه معادلة مهمة جدا الله لك الحمد يعني هذا يؤكد على نجاح دبلوماسية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد اللي رسخها للكويت الكويت على 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 مدى عمرها السياسي الحديث والقديم لم تدخل في عداء مباشر مع دولة يعني استثنينا الغزو العراقي صحيح. هو اعتداء حصل على الكويت رغم ذلك الكويت بعد الغزو العراقي عادت إلى العراق وقدمت يد المعونة وساعدت الشعب العراقي بدور إنساني متميز الكويت يعني وفق للدراسة التي نشرت في عام 2015 حققت معدل صفر أعداء وصفر توتر ليس الكويت اليوم كما تشاهد أي عدو الكويت ليس لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة حربية ولا دولة دول العالم دائما الكويت متوازنة في علاقاتها عقلانية في دورها السياسي غير انفعالية في تعاطيها مع الأحداث السياسية لذلك هي صفر أعداء وصفر توتر وهذا أمر لا شك ميزة مهمة و يعني على الكويت أن تفتخر فيها وهي بالفعل كما أؤكد وأكرر بأنه هي تعطي للكويت هذه الثقة الدولية وهذا دور طبعا يعني هذا أيضا يكون يترجم المواقف المبدئية للكويت دائما مواقف الكويت مع الشرعية الدولية تقف مع القضايا المبدئية تقف مع قضايا الشعوب إسهاماتها يعني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسم ملامح الدبلوماسية السياسية بانفتاح على دول العالم بعلاقات متميزة وأيضا رسم ملامح الدبلوماسية الاقتصادية وهي جنينة ثمارها واليوم الكويت أيضا تفخر بأنها دولة العمل الإنساني وصاحب السمو قائد العمل الإنساني وهذه أيضا بصمة مهمة جدا ترتكز عليها الكويت اليوم ولها يعني حقيقة تأثير كبير في إعطاء الكويت هذه الصورة الجميلة والمؤثرة في عالمنا الحديث يعني الكويت تحافظ على علاقات إقليمية مهمة تنطلق من منطلقات يعني التحقيق حقق صاحب السمو من خلال السياسة الخارجية منظومة الأمن الجماعي الأمن الجماعي انطلق أولا من مجلس التعاون الخليجي حفاظ الكويت على هذا الكيان
يعني مجلس التعاون الخليجي كان فكرة كويتية أطلقها صاحب سمو المغفور للشيخ جابر الأحمد الصباح، فانطلق كفكرة كويتية انطلاقا من قناعة كويتية بأنه العمل الخليجي الجماعي الموحد هو وضمانة أمنية أيضا تحقق الأمن كما ذكرنا سابقا الأمن الإقليمي. أيضا منظومة الأمن الجماعي حققتها الكويت من خلال الجامعة العربية ودورها وإسهاماتها وتعاطيها الإيجابي مع هذا الدور ودور الكويت أيضا الدولي، كل ذلك رسم ملامح السياسة الخارجية الكويتية وأعطى للدبلوماسية الكويتية هذا الدور المتميز الذي اليوم تستعيده بهذه الذكرى، ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني والتحرير. لولا السياسة الخارجية الكويتية ودبلوماسيتها الناجحة المتميزة لما تحقق الكويت التحرير والنصر، لما كنا نعيش الاحتفالات في هذه الأيام. لله الحمد، يعني صاحب السمو الأمير ربان هذه السفينة وقائدها وضع للكويت منهج دبلوماسي سياسي متميز أعطى للكويت هذه الصورة التي نفخر بها جميعا. الله يحفظ الشيخ صباح الأحمد آمين. وأيضا كثيرة هي الأعمال الخيرية لدولة الكويت وهي الدعم في الدبلوماسية الكويتية في الخارج أكيد. صحيح. من خلال دكتور ناصر العمليات أو الجمعيات الخيرية، فيتحدثنا عن هذا. طبعا العمل الخيري الكويتي يعني في غنى عن الحديث عنه، عمل خيري هو أصبح رديف إذا صح التعبير أخوي بدر للدبلوماسية الإنسانية والاقتصادية في نفس الوقت. اليوم العمل الخيري الكويتي أيادي بيضاء تمتد إلى مختلف بقاع العالم. جميل. وهذا أمر لا شك يعرفه العالم وتعرفه الشعوب في مختلف دول العالم، لذلك اليوم هو يعتبر جناح دبلوماسي إن صح التعبير العمل الخيري الكويتي بما له من إسهامات إيجابية ومساعي خيرية وقوافل خير تنطلق إلى مختلف دول العالم اليوم من الكويت إلى مختلف عواصم العالم لتؤكد بأن الكويت باقية تمد يد الخير والعون لجميع الشعوب العربية والشعوب العالمية. لذلك عمل الخير اليوم هو جناح أساسي مهم ترتكز عليه الكويت ويحق للكويت هذه الصورة المشرقة من والصورة الإنسانية حقيقة والمتميزة التي تدعم أيضا الدور الدبلوماسي الكويتي، لأن هذا العمل الخير يصل إلى الشعوب مباشرة وبالتالي يجد صداه لدى الحكومات هذه الدول، وهذه الحكومات تقدر عاليا الدور الكويتي السياسي والدبلوماسي والإنساني. وهو دائما يكون عن طريق محبة دكتور ناصر. بالتأكيد يعني هو قناعة ومحبة وجبلة، الشعب الكويتي جبل على عمل الخير باستمرار الخير. وبالتالي الكويت تدعم سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى يعني الشعبي. يعني بعض يعتقد بأن الكويت لما تدعم الدول هي بحاجة لها أو لحاجة مثلا في هدف معين، ولكن هو في البداية هو عمل خيري. عمل خيري منطلق من منطلقات إنسانية واستشعار لمعاناة هذه الشعوب ودعم للإنسانية بجمعة في مختلف بقاع العالم، لذلك هو بصمة أيضا كويتية وطنية تستحق الإشادة والوقوف عندها. الله يعطيك العافية دكتور ناصر خميس المطيري، كلمة أخيرة وصلنا الختام تقريبا. كلمة أخيرة يعني تهنئة للشعب الكويتي ولقيادة الحكيمة والدبلوماسية الكويتية وقادة العمل الدبلوماسي والسياسي الكويتي اليوم الذين يبحرون بسفينة الكويت في بحر متلاطم من الأزمات ويقودون هذه السفينة الكويتية في هذا البحر من الأزمات بأمن ويسر لتصل إلى الكويت إلى شاطئ الأمن والأمان ويحقق الكويت هذه المكانة السامية الدولية المتميزة الكبيرة. الكويت اليوم بدورها الدبلوماسي ومكانتها السياسية في العالم هي دولة تستحق الاحترام ودولة نالت ثقة العالم ودولة اليوم تتمتع بحرية واستقلال وعلاقات جوار متميزة وعلاقات متوازنة، وإن شاء الله أمن وأمان آمين. والكويت إلى الأمام بإذن آمين. الله. كل شكر للدكتور ناصر خميس المطيري الباحث والكاتب الصحفي، شرفنا اليوم. شكرا جزيلا أخوي بدر، حياك الله. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على من لقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى متجددة. إلى ذلك الحين كونوا بخير، في أمان الله.